جو تحضير راهم ما شاء الله اللاعبات راهم بدون اصابات راهم يتحضروا ويوم على يوم راهم يتحسنوا في اللياقه البدنيه تاعهم. سيدي هما سيدي زاتليت يعني كما يقولوا شوفروني عندهم خبره عندهم الاخر. احنا واش نزيدوا لهم؟ احنا نزيدوا لهم اللياقه البدنيه، طرافاي تكتيك، طرافاي بسيكولوجيك. ما ناش بعد على لوبجيكتيف تاعنا سوا شامبيون دافريك ولا هاد لي تورنوا اللي انا نديروهم دي غون بري وبيان دي غون شلام اللي هما ياهلوا لنا لي جوز اولمبيك ان شاء الله. ويقعد الهدف تاعنا الاول والاخير سي شامبيون دافريك، ان شاء الله نديروا نتائج جيده ونطلعوا الرايه الوطنيه ونفرحوا الشعب الجزائري ان شاء الله. رانا في تحضيرات، رانا في اون امبيونس كيما يقولوا، رانا وحده تعاون في الاخرى. هذه هي اللي الحاجة المليحة اللي أنا بني زاتلات، والحمد لله ما كاش دي بليسيوغ بيناتنا، وإن شاء الله تكون نتيجة وربي يوفقنا ونفرحوا الشعب الجزائري ونطلعوا الراية الوطنية.